هذا وترأس سعادة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الأمناء المدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافي وفد المركز المشارك في الاجتماع 33 للأمانة العامة لمراكز البحوث والدراسات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقام في العاصمة السعودية الرياض، وذلك بحضور مدير إدارة مركز الوثائق التاريخية بالمركز الشيخ راشد بن عيسى آل خليفة ومنتسبي المركز. وتم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتي تهدف إلى تعزيز جهود مراكز الوثائق والبحوث التاريخية بدول مجلس التعاون، حيث ناقش الأعضاء التصورات النهائية للخطة الاستراتيجية الشاملة للأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات بدول مجلس التعاون، حيث اعتمد الأعضاء مسمى برنامج سمو الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة على الخطة، تقديرا لدور الفقيد الراحل في تنمية العلاقات الخليجية في المجال التاريخي. كما ناقش الأعضاء التصور المقترح بشأن إقامة ندوة فكرية عن المغفور له سمو الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة، حيث وافق الأعضاء على إقامة الندوة خلال الربع الثاني من عام 2020. وأشاد نائب رئيس مجلس الأمناء المدير التنفيذي للمركز بمباركة أعضاء الأمانة لإقامة ندوة علمية عن سمو الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة، مضيفا أن سموه رحمه الله يتمتع بتقدير واحترام من كافة المؤرخين والباحثين المتخصصين في مجال التوثيق العلمي. كما بحث الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة مع الأمين العام لإدارة الملك عبد العزيز بالرياض مع الدكتور فهد بن عبد الله آل السماري سبل تفعيل مذكرة التعاون بين المركز والدارة عبر إصدار الكتب وإطلاق المشاريع العلمية المشتركة وتبادل الخبرات بين الطرفين والتعاون في مجال تبادل الوثائق والمصادر التاريخية.